أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
متاع قليل متاع متاع قليل ثم مأواهم جهنم ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله نزلا من عند الله نزلا من عند الله من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليه وما أنزل إليهم خاشعين لله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله لمن يؤمن بالله لمن يؤمن بالله وما وما أنزل إليهم خاشعين لله
خاشعين لله لا يشتؤون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجر أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا استمعنا إلى آيات الذكر الحكيم من فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ عصام فاروق محمد عيسى القارئ والمقيم بقارئ حلارة التابعة لمركز خشيس. حضرة سادة المعزين الكرام، شكر الله وسعيكم جميعا.